بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وعدتك في الحلقة الماضية أن أعرفك على التي تدافع عنك في قبرك إلى أن تنجيك من عذاب القبر، والآن يجب أن أوفي بوعدي. فعلا يوجد من إذا أعطيتها حقها في الدنيا فإنك ستجدها وفية لك في البرزخ في وقت أنت أحوج ما تكون إليها لتنقذك من الأهوال الموجودة بالقبور. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضرب أحد الصحابة خيمته على قبر وهو لم يعلم بأنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فأتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما حدث، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له. تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك لها قصة عجيبة أيضا داخل القبر. فعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره، يعني يريد العذاب أن يأتي إليه، فتؤتى رجلاه فتقول الرجل: ليس لكم علي ما قبلي سبيل. كان يقرأ سورة الملك، يعني لا يسمح لك أيها العذاب أن تأتي من هذه الناحية، لأنه كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك. فهي المانعة تمنع عذاب القبر.